فقرة تانية، والنهاردة هنتكلم في موضوع مهم جدا. الناس بقت بتستنى شهر 11 تحديدا علشان الناس بتحس ان ده فرصة السيل العظيمة، فرصة التخفيضات العظيمة، زي ما متعارف عليه بيقولوا عليه بلاك فرايداي، بيقولوا عليه وايت فرايداي، يا اما الجمعة السوداء يا اما الجمعة البيضاء. بدأنا بالفعل نشوف اعلانات كتير وتخفيضات موجودة في كل مكان وفي كل المحلات، وفي ناس بتحدد يوم معين فقط يبقى فيه التخفيضات الكبرى، وفي ناس بتخليها طول شهر 11، في ناس بتخليها اخر جمعتين من 11، فهي متفاوتة وغير معروف اشمعنى تحديدا شهر 11 وليه بنسميها بلاك فرايداي، ليه دايما يوم الجمعة ده بيبقى مميز في التخفيضات. أسئلة كتير كده هنحاول نعرفها النهاردة، نشوف التخفيضات دي حقيقية السنة دي، الأسعار السنة دي هتبقى عاملة ازاي، هل فعلا فرصة يلا كلنا ننزل. تفاصيل كتير جدا هنعرفها من خلال ضيفتي اللي وراني النهاردة، أستاذ سماح هيكل، عضو مجلس إدارة بالغرفة التجارية شعبة الملابس. صباح الفل. صباح الخير. منوراني. ميرسي. بيقولوا دايما شهر 11 شهر مختلف في التخفيضات والأسعار اللي بتبقى متفاوتة بشكل كبير جدا وأقل من كل السيزن، هل ده حقيقي؟ طبعا ده حقيقي. مبدئيا خلينا نتكلم، احنا سميناها في مصر الجمعة البيضاء مش البلاك فرايداي زي الخارج. هم عندهم برا في أوروبا وأمريكا اسمها بلاك فرايداي، احنا سميناها الجمعة البيضاء كنوع من التفاؤل. وبدأ الموضوع بقالنا سنين بدأنا نطبقه في مصر من خلال التجار والمحلات انها تقدم تخفيضات في اليوم ده. الجمعة البيضاء بتبقى نهاية شهر نوفمبر، آخر جمعة في نوفمبر، وإن شاء الله هتتوافق يعني معادها هيكون 25/11 إن شاء الله الجمعة جاية على طول. الجمعة البيضاء بيتقدم فيها تخفيضات كتيرة وكبيرة وبتتزامن مع بداية الموسم الشتوي. إحنا على بداية الموسم الشتوي خلاص، إن الجو بدأ يبرد، الناس بدأت تبتدي تشتري الشتوي بالظبط كده، فدي بتبقى فرصة كويسة جدا لتنشيط حركة المبيعات في المحلات خلال الفترة دي، وخصوصا ان احنا كمان داخلين على موسم اعياد، عندنا الكريسماس راس السنة الميلادية، عندنا اعياد 7 يناير، فعندنا موسم اعياد كبير الفترة الجاية دي ان شاء الله، فدي بتبقى فرصة كويسة جدا ان الناس تبتدي تشتري احتياجاتها مع بداية الموسم في الجمعة دي. طيب خلينا بقى نخش في التفاصيل الأهم. وحصل على مر السنين اللي فاتت في مختلف الأماكن أن الناس بتعمل العروض دي وتبدأ الناس، طبعا بيبقى فيه زحمة كبيرة جدا على كل المولات وكل المحلات في يوم الجمعة ده تحديدا. لما حد يتعرض أنه ياخد حاجة معينة ويلاقي عليها مكتوب سعر معين ويكتشف أن السعر ده ما قلش أو ما زادش، وفي ناس بيبقى مكتوب سعر معين هو نفس السعر بس خلوا عليه البادج الاحمر اللي هو كان عامل عليه تخفيض. ففي ناس بتتعرض لتلاعب من عديد من التجار، مش هقول بس التجار ولكن محلات معروفه، براندات معروفه بتعمل برضو الحركات دي، الناس تتصرف ازاي لما تتحط في الموقف ده؟ مبدئيا موضوع اي عروض او تخفيضات اي محل بيعملها بيبقى عليها رقابه شديده جدا. مبدئيا لازم يبقى فيه سعرين موجودين على القطع، السعر قبل التخفيض والسعر بعد التخفيض. تمام. بما انه هو مشارك في المبادره دي فلازم يحط السعرين، دي اول حاجه. فطبعا المستهلك لازم يركز جدا في العرض اللي متقدم. بيبقى غالبا بيبقى مدته يوم واحد واحيانا بيبقى مدته اكتر من كده بكتير، ولكن ذروه التخفيضات بتبقى يوم الجمعه. خلينا برضو نقول ان في حاله اكتشاف غش من اي محل سواء كان كبير او صغير، لازم يحتفظ المستهلك بفاتوره الشراء عشان يقدر يقدم شكوى في المحل ده او في التاجر ده من خلال جهاز حمايه المستهلك. وعايزين بيبقى في اجراءات بتتخذ طبعاً فعلا ضد الشخص ده في إجراءات او ضد المحل ده؟ طبعا في اجراءات بتوصل ل 2 مليون جنيه غرامه، يعني ده بالفعل بيتم تطبيقه عشان الناس تبقى عارفه لو تعرضت لحاجه زي كده يعرفوا يعملوا ايه. بالظبط، يقدموا شكوى في جهاز حمايه المستهلك عن طريق التليفون برقم الفاتوره، وطالما معاه فاتوره يقدر ان هو يحتفظ بكل حقوقه، ما ينفعش ان هو يشتري من اي مكان من غير فاتوره لان دي اللي بتضمن حقه. صحيح. في بعض الصفحات الاونلاين اللي بتبيع اونلاين وما بيطلعوش فواتير. انا عايزه اقول للناس حاولوا ان انتوا تشتروا من الصفحات الاونلاين اللي هي ليها فروع كمحلات بره، يعني بيبقى عاملين ابلكيشن او بيشتروا عن طريق الموقع وليهم محلات، في حاله ان هم عايزين يسترجعوا او يستبدلوا المنتج
المنتج يقدروا من خلال الفاتورة دي في خلال الفترة المسموح بيها اللي هي 14 يوم. طيب هل بيبقى في نسبة تخفيض معينة بيتم طرحها على التجار، او مثلا بيبقى في سعر معين او نسبه معينه انتوا بتبقوا موحدينها للتجار فالناس تبدا يتحطها يتحط اكتر منها، ولا ده بيبقى مطلق الحريه للتاجر؟ لا ده مطلق الحريه للتاجر ان هو يحط نسبه التخفيضات اللي هو عايزها، وكل واحد بيحط نسبه التخفيض بناء على ظروفه. يعني كل محل هو بيحط بنسب متفاوته على بعض القطع وبتوصل لحد 70%. في بعض المحلات ومنها محلات كبيرة مش صغيرة بتيجي في اليوم ده بالتحديد ويروح حاطط نسبة تخفيض كبيرة جدا على كل المنتجات الجديدة للموسم الشتوي. وفي بعض المحلات بتحط على جزء وجزء. يعني ممكن يحط على جزء لسه احنا دلوقتي بيعتبر وقت خريف، ممكن يحط نسبة تخفيض كبيرة على الخريف ونسبة تخفيض قليلة على المنتجات الشتوية. وبعدين دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، بقى كل المحلات بتبعت لعملائها عن طريق التليفون رسائل تقول لهم احنا عاملين تخفيض بنسبة كذا. وطبعا في حالة الغش مش هيبقى فيه غش في الحتة دي. ليه؟ لان لما حد يجي له رسالة فهو اوريدي بيتعامل مع المحلات دي، فبالتالي هو ضامن ان المحلات دي محلات كويسة وعمرها ما هتغشوا ابدا، لان في خلق فرصة كبيرة ما بينهم وخصوصا ثقة. فبالتالي انا بنصح الناس انها تروح للمحلات دي، واي حد مشارك